تركوا عيالهم وتركوا تجارتهم وخرجوا من أول يوم في رمضان مرابطين في المسجد الأقصى على مدار الساعة، يحمون المسجد الأقصى بأجسادهم ويحمون المسجد الأقصى دفاعا عن 2 مليار مسلم، ليدودوا عن ماذا؟ هم لا يدودون عن قطعة أرض تخصهم، هم يدودون عن أرض تخص المسلمين كلهم، يدودون عن أرض هي وقف لكل مسلم على وجه الأرض. صبروا واحتسبوا وصابروا ورابطوا حتى وصلوا إلى اليوم الموعود الذي انتظره الصهاينة والمتطرفين المستوطنين خصوصا، الذين الآن شيخنا الحبيب هم يشكلون النسبة الأكبر في الكنيسة الصهيوني. ولهذا الاحتلال الصهيوني والحكومة الصهيونية لا تستطيع أن تصنع شيء لهؤلاء المتطرفين. هؤلاء عبر خطة ممنهجة استطاعوا أن يصلوا إلى الكنيسة، والكنيسة هذا هو الذي يشكل الحكومة الصهيونية. الآن هم يمثلون النسبة الأعلى، فأي رئيس وزراء صهيوني يريد أن يشكل حكومة وأن يكون رئيس وزراء لابد أن يمر من خلال هؤلاء المتطرفين. هؤلاء المتطرفين هدفهم الوحيد هو هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم. ولهذا الآن أصبحنا أمام ليس حكومة فقط، إنما أمام حكومة متطرفة، أمام كنيسة متطرف، أمام مستوطنين متطرفين. فأي حكومة الآن ستأتي على الصهاينة هدفها هو هدف المتطرفين، وإلا لن تمر هذه الحكومة. ولهذا الآن الجيش الصهيوني سيبقى مدافعا عن المحطة الأخيرة التي هم يريدون أن يجعلوها. ولهذا نحن نقول أن الأمر خطير، وأن القضية ليست قضية عاطفية نناشد كما كل زمن وكما كل حال ونندب حالنا ونقول والله أين أنتم يا مسلم. الآن نقول بصدق، الآن الأمر خطير، الآن الأمر يمس كل المسلمين على وجه الأرض. القضية صعبة، القضية خطيرة، المرابطين ما زالوا حتى هذه اللحظة وهم مجاهدين في سبيل الله عز وجل. إن كان ولعلك تتساءل لماذا انتفضت غزة ولماذا اليوم أكثر من 200 شهيد حتى هذه اللحظة في غزة، لماذا غزة؟ يعني كان ربما الوضع الذي كان في غزة هدوء، لكن غزة كيف تهدأ والمسجد الأقصى يداس ويريدون هدمه ويريدون بناء الهيكل المزعوم الذي يدعوه؟ فغزة أرادت أن تنتفض لأن الأمر خطير، لأن الأمر ليس لعبة، لأن الأمر ليس مزاح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل أنال به ثواب المجاهدين، قال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر؟ قال أنا أضعف من ذلك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لو طوقت هذا كله ما بلغت درجة المجاهدين ولا ثواب المجاهدين. فهؤلاء في رباط، ولرباط ليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. هؤلاء اليوم شيخنا الحبيب وقفوا مرابطين. الآن نحن أحببنا أن نوضح الواقع، أحببنا أن نوضح خطر هذا الأمر الذي يمر به المسجد الأقصى. ولعلنا يعني الآن لا نريد أن نقول أن نتحدث عن المرض، الآن لابد أن نتحدث عن الدواء. نحن شخصنا المرض، عرفنا أن المرض مزمن وأن المرض صعب وخطير، ولعلها العملية الجراحية الأخيرة لهذا المريض. فالآن لابد من إيجاد العلاج المناسب كي نصل إلى حماية المسجد الأقصى ونصرة فلسطين، ليس فقط بالكلام، وإنما نريد الآن وسائل عملية. نحن هم تخطوا الوعود، الآن هم محطة الوعود والكلام والشعارات والمظاهرات، كانوا بالأمس القريب يخرجوا مظاهرات نريد الهيكل ونريد بناء الهيكل.